Eu, André, trabalho com uma vez com vídeos de. بلدي ان شاء الله غندير واحد تشالنج اللي شفتو الايام ما عاد في يوتيوب درنا الصح. هاد التشالنج هو غنحاولو نعيشو نهار كامل غيب 50 درهم. لا 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 بزاف، غنحاولو نعيشو نهار كامل غيب 10 دراهم. تخيلوا معايا نهار طور غدا عشاء ب 10 دراهم صافي، يعني ما غنزيدو ما غنقصو. 10 دراهم غنحاولو نجيبو بيها فطور، نحاولو نجيبو بيها غدا، ونحاولو نجيبو بيها حتى عشاء. هاد التشالنج درناه غير باش نحسوا شويه بالناس اللي كيعيشوا. تخيلوا معايا حنا غنديروا غير تشالنج غنجربوه، يعني تشالنج غيدوز مره واحده. تخيلوا معايا كاين الناس اللي كيعيشوا بقل 10 دراهم، يعني حنا درنا هذا التشالنج هذا غير باش نحسوا بالناس اللي كيعيشوا بقل 10 دراهم كاع. المهم هذا الشيء اللي كاين. المهم نبداو، خلينا معكم واحد لايك باقي اول معنا بتابونا دابا وانتم بغيتوا تابوناو فابغوا تفعلوا الجرس وتدخلوا النوتيفيكاسيون كل مره نحطوا فيديو. السلام عليكم بزاف. دابا راه الصباح ديجا، دابا باش طيب لكم مزيان. دابا راه ديجا شي 11 بحال هكاك. بون شنو جابوا شي حاجه في الطروبي. بون ها رجعت لكم دابا من بعد ما جيت من الحانوت. جبت خبزه بكدي 24 في الحانوت ولكن شفتها من الفران، حسب لي غير بدرهم كالعاده. هذه فرماجه بدرهم، خبزه بدرهم يعني 2 درهم، قالت لي 8 دراهم. لكن هذه الخبزه ما نفطرش بها كامله، غنقسمها على النص، غنفطر بالنص والنص نخلي للغدا باش نفكر واش غنديروا في الغدا. واتاي ما جبتوش حيت حسبوا لي ب 30 ما كاين لا صافي. هرجعت لكم من بعد ما درت شي نص خبزه فرماجه، النص خبرته بالغدا. المهم النص هذا هو اللي غنفطروا به. المهم نخرج من بعد ما كملنا الفطور، كنت كنفكر اش غندير الغدا، ما طحت لي حتى حاجه ندير الغدا. فكرت انني نجيب الاخر عدس خاصه مطيش غالي حيدناها. دابا بقات لي حل، بقى لي حل واحد، وغنجيب البيض. البيض كنت البيض كنت ديرو للعشاء، يعني ما نجيبوش الغدا نخليو للعشاء. باه بقى لي حل واحد، والبطاطا بان قليه ديجا. هذا هو الحل اللي كاين باش من باش ما نخسرش الثمن ديال الزيت. غنحاول نشري بطاطا مسلوقه ديجا مقليه، هذا هو الحل اللي غنديرو. غنشريو شي جوج دراهم ديال البطاطا وغناكلو مع نص خبزه اللي خلينا من الفطور. واش اللي غنديرو صافي ثلاثه حسبوا لي بجوج دراهم ودرهم ديال الرز بالفعل من الحلا والو. غنتغدى بهم ثمن بجوج دراهم، غنبدا في 6 دراهم ديال 5 دراهم وباقي ليا 5 دراهم. دابا غنشوف واش غندير في العشاء، واش غندير البيض ولا غندير شي حاجه اخرى. المهم اخوت دابا وصل الليل، يعني خدمت عشاء باقي ليا 5 دراهم. كنجيب لها لي بار الا بغاو عطاو لي طبيعه الحال، فكنجيب عدس وكانت قام غلا من لي بار. المهم انا كنفكر غنشوف شنو غندير. المهم الخوت مشيت للحانوت جبت الرز. ها هو الخوت الرز هنايا، درهم ديال الرز، رز مسلوق لا من الحلا والو. ومين مشيت للحانوت فكرت ندير شي عصير، خديت بنانا حسب لي مول الحانوت بدرهم. في الدار كان عندنا الحليب، خديت كاس حتى هو تقريبا حسبناه بدرهم، ودرنا عصير. هو عصير البنان تقريبا تقام عليا ب 6 دراهم، تقريبا السكر داك الشيء تقام ب 6 دراهم، يعني 3 دراهم ودرهم هي 4 دراهم. الا حسبنا كاس ديال الماء بسطقنا هذا الروز حتى هو نحسبوه كاس بدرهم تقريبا، يعني مع الشتيمه 5 دراهم. هذا هو العشاء، عشاء مزيان. المهم نتعشاو ونرجعوا لكم. المهم اخوت كما شفتوا هذا هو التحدي اللي درنا اليوم. حاولنا نعيشوا نهار كامل بفطور بغدا بعشاء غير ب 10 دراهم. نقدر نحسبوا هذا الفيديو كتجربه اجتماعيه باش نحسوا بنا الفقراء اللي بصح كيعيشوا نهار واحد بقل من 10 دراهم ولا ب 10 دراهم. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، الا عجبكم خلي معكم واحد لايك، اللي باقي ما هوش معنا بتابعونا دابا وانتم باغي تابوناو فعلي معكم دار الجرس وصلكم نوتيفيكاسيون في كل مره على حسب الفيديو. هادشي اللي كاين بالفيديو، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو.